نظمت حركة شباب مزقيتة صباح يوم الأربعاء الماضي وقفة احتجاجية هي الثانية من نوعها، شارك فيها العديد من ساكنة المنطقة مطالبين برفع الضرر والتهميش والإقصاء والدعوة إلى محاربة الفساد وفتح الحوار معهم. كما أكدت الوقفة على ضرورة الاستجابة لمطالبهم وإيجاد حلول لمشاكلهم، ومن أهم المطالب التي تصر عليها الساكنة إصلاح وتعبيد الطريق الرئيسي بين مسول وعين الزهرة عبر مزقيتام لما تعرفه من حركة مرور كبيرة وللحالة المزدرية والضعيفة التي آلت إليها الطريق، إصلاح جودة خدمات البريد ومحاربة البطالة والفقر، توفير مكتب لأداء فواتير الكهرباء والماء وتعميم الكهرباء على المنازل الغير مستفيدة بدوار أنقاد، إصلاح الأرصفة والأزقة وتعميم الإنارة العمومية وتحسين الخدمات الصحية، بناء دور الشباب والمراكز التي تعنى بالشباب رياضيا وتربويا وثقافيا. وقد أكدت الحركة في هذه الوقفة أنها ستواصل النضال بالطرق الشرعية والديمقراطية حتى الاستجابة لمطالب الساكنين.